ايس روما جوزيه مورينيو. هسيبك تقول اللي انت عايزه بس قول لي كلمه تريحني عن جوزيه مورينيو. يعني انا الراجل ده بمشي وراه بلف وراه بيلففني العالم كله تمام. ده ونفسي يعمل كومباك لنفسه. ده اسطوره، ده اسطوره. زي ما بروكب كان بيقول يعني كل حاجه قالها فعلا بتثبت ان بيثبت انها صح. يعني الكلام اللي قاله ساعه التريبليتا وكلام انه طول ما الحكام مش عارف ايه انتر مش هياخد القاب وكل الكلام ده كله. النهارده روما بيعمل ماركت عنيف جدا صح. بيحرك بيه انديه الشمال الغنيه وبيحرك بيه انتر، بيحرك بيه ميلان، بيحرك بيه حتى يوفي. الرهان بتاع ديبالا يبقى برضو، هرجع للانتر معلش، يعني سقطه برضو لاداره زانج بالنسبه لي. يمكن طول الصيف كانوا بيقولوا جاي بالظبط كده يعني. والدته قضى معانا شهرين حلوين بصراحه مش في الفوتوشوب قضى معانا شهرين صور يعني ما احنا قضينا برضو صور وبوستات وكده. والدته لعبت دور كبير جدا ان هو يخلص في الانتر. ماروتا كان عنده اتفاق شبه شفوي، مره واحده الانتر بيرفع ايده عن الصفقه وروما بيكون اكثر جديه وبيحصل على توقيع ديبالا. الحقيقه المجموعه كلها روما النهارده بيقدم كره حلوه. تامي ابراهام احنا شفنا وبرضه حاجه من الحاجات مورينيو بيعملها، هو بيقول التصريح مش عشان يجتذب لايكات كتير ولا ان الموضوع يروح فايرال وكل الناس تشيره، هو بيقول حاجه عارف انه على قناعه انه بعد ايام هتثبت انها صح. لما ابراهام جه قال لساوث جيت وقال لكل المدربين في انجلترا انا هديكوا هديه مهاجم للمنتخب بيجيب ارقام مش اقل من 15 16 جون في الدوري وقد كان. فدلوقتي المجموعه دي اللي اصلا كانت مبنيه على فريق شاب بيليجريني بتامي ابراهام معاهم ديبالا دلوقتي، اعتقد ان الحلول عند روما كبيره جدا، يقدر يخلص في مركز كويس جدا. مش صدفه، يمكن كان فيها شويه توفيق وحظ ان مورينيو يبقى الوحيد اللي اخذ جميع نوعيه الالقاب الاوروبيه باستحداث بطوله المؤتمرات، كان يستحق الفوز ده في روما. اخر حاجه بس على ميلان، هرجع لميلان تاني. محمود كان بيتكلم على خساره نابولي مش عايزها، وطبعا محمود شاكر قال لنا كلام كتير على نابولي، لكن ما تخليكش ابدا 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 تنخدع ان ميلان وحش بصراحه. كانوا احسن في الماتش. ان ميلان وحش ده. ان ميلان مش وحش خالص. بعدين كل الكريدت وكل الاستحسان او كل الناس بتمدح كابتن كريم بيولي، اوكي بيولي حقق دوري، انتر خسروا فرق بونت، غلطه رادو الشهيره، كل الكلام ده كله انا معاك فيه، لكن الحقيقه في ورا الكواليس البطل الحقيقي انا بعتبره، وانا راجل انتريستا وصعب علينا اقول الكلام ده، هو مالديني. كريم مالديني هو البطل الحقيقي اللي ورا الكواليس. انت النهارده لما بتلعب دور انا عندي سقف رواتب، هي رهانات عشان نخلص ميلان ويوفي. رهان أليجري محتاج اعاده نظر، نيدفيد بيقول لك انا الكلام في الكواليس في تورين انا لا مش شايف ان أليجري يكمل، الناس بتقول له لا ده راجل وصلنا 2 شامبيونز ليج زي محمود شاكر قال، الراجل جايب اكتر من 5 دوري، جايب 4 كوبا ايطاليا، نستنى عليه. ناس بتشوف ان المشروع والكلام اللي قاله كارلو جرجانيزي في التويته اللي عملها خالد جماهير يوفي كلها يعني ما كانتش مصدقه الريد ده، هو الاحصائيه اللي قالها ان أسوأ بدايه لفريق من 31 سنه هي نسبه الفوز في مباراتين بس من اصل 13 مباراه، مع طبعا الخساره من منزل لسه صاعد. فبالتالي رهانات. انت عايز تراهن دلوقتي عيله انيلي، عايز تراهن على أليجري لحد دلوقتي بالمدرسه دي باللعب ده بالفكر ده هيبقى الشكل زي ما احنا شايفين. بالنسبه لميلان هو رهان اللي ما خدوش انتر، الرهان على الصغار. كنت لما قال انا عايز لعيبه جاهزه، انتر خد الدوري بس وقع في ايدك او سوري في ارابيزك كمان فريق عجوز جدا. ميلان مع مالديني قال دوناروما ما يكملش وادى سقف للراتب، واللاعب دلوقتي هو اللي هيبقى ندمان على عدم ان هو ما كملش في ميلان. عمل قدر يحافظ على اسماعيل بن ناصر، قدر يجدد لياو في عز تألقه، قدر يحافظ على 4 شباب ويراهن عليهم ويصبر عليهم. ثيو دلوقتي واحد من احسن باكات الليفت في العالم، اسماعيل بن ناصر، لعيبه كتيره دلوقتي في ميلان. هو اخذ الرهان ده ويستحق ميلان، غير انه كسب الدوري السنه اللي فاتت انه عنده فريق شاب دلوقتي.